المريض يا اخواننا الصوفي قال يرغولي ولا صوفي يرغي؟ لكن ما لابس حجاب يرغي ولا يرغولي الصوفي؟ يرغي ما لابس اي حاجه يعني ما عنده علاقه مع الشيخ لكن صوفي. طيب اذا ده كده سؤالين الرغيه والرغيه من الصوفي. طيب الرغيه والرغيه من الصوفي ده سؤالين. السؤال الاول بالنسبه للرقيه وطلبه طلب الرقيه يا اخواننا فيه كراهه والكراهه ليست كراهه تحريم انما كراهه لكمال التوحيد. ما تطلب الرقيه وان كان الرقيه جائزه يرقيك انسان بالكتاب والسنه. في فرق بين ذول يبادر براو يقول لك تعال ارقيك او اجي يرقيك براو من غير ما انت تطلب. كويس فرق دي ما فيها حاجه ولا فيها كراهه اصلا لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. ما فيها مشكله. طيب يبقى الاشكال وين؟ لما تطلب قالوا الطلب ده منافي لكمال التوحيد ما تطلب الرقيه. ابن باز عليه رحمه الله قال الا ان تضطر في حاله الاضطرار اشتد بك المرض شديد وانت ما لقيت مخرج لأن المرض نوعين زي ما قلنا مرض طبي يعالج بالعلم التجريبي الطب علاج الطبي او بالاعشاب او غيره من العلاج الطبيعي او مرض يعالج بالقران مرض من مس الشيطان او من العين او السحر يعالج بالقران والدعاء. طيب فمكروه يا اخواننا ذول يطلب الرقيه الا اذا كان مضطرا. اذا طلب الرقيه بعد ذاك الرؤية عندها شروط تكون بالكتاب بالقرآن أو الأدعية السنية من السنة أو الدعاء عموما دي ما فيها مشكلة. أما لو لقيت زول بيعمل الرقية بكلام غير مفهوم بيقول لك سهسهوبي وطهطهوبي وكهكهوبي أعرف إنه ده دجال أمرك طوال يا خطاو. أو قالوا بتعاويذ سرية ما تعرف يقول في شنو تعاويذ أو يكتب كلام غير مفهوم رموز نجمة مربع مثلثين ثلاثة مربعات لا 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 ده مبجوز. دي رقية بدعية. الرقية الشركية دي تكون بالسحر دول اللي عندي خدام بيخدموني والدين بتاعك ده بنطلعه ليك وده ممكن يعالج انتبه وده مربط الفرس هنا ممكن يعالج لكن ده علاج شركي يعني ممكن تشيل لك مريض تشيله المشي غالبه رقدينه كده ده في سرير وحد ما توصله للفقيه الفقيه يدي لك بس سبحه كده في راسه قوم على حيلك يقول له ولا برغي ولا بقرا ولا ايش قوم على حيلك وانت تدفع البياض وتمشي. زولك يقوم شديد يقول لك يا سلام يا اخي ابونا الشيخ الصالح ولي لله ولي بتاع شنو؟ ده ولي بتاع شيطان. دي رقيه شركيه لانه بيتعامل مع الجن وده اسمه استخراج الجن بالجن. شيطان بمرقب الشيطان انت قال شنو؟ وده زي ما قال ابن مسعود ده شرك ما بجوز لانه ده تعاون مع الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. كفر تعامل مع الشياطين. أما بعد ذاك لو كان زي ما أنت ذكرته إنه صوفي لكن صوفي ما عنده العقائد ديك شوف أنا غايته ذاته عندي تعليق على المصطلح ده صوفي ما عنده العقائد ديك كيف يعني؟ هو قد يكون يعني قد يكون بعضهم جاهل ما يعرف الاحكام دي ويكون على العقيده الصحيحه وما عارف الصوفيه شكلهم كيف وكده قد يكون موجود نوع زي ده. لكن الان الانواع الموجوده شايفها انا دي في الغالب بيكون عارف عقائد الصوفيه ومعاهم حتى لو ما قال يا وتحسونا انت ما سمعته قال كده لكن هو في رايه في عقيدته انه الكلام ده صح ده كلام كويس فده ما بتمشي ليه رغيك ده الرغي هو ذاته يا اخي.
ده الرقية تمسكوا تقرا له في أذانه الزل ذاته تمسكوا تقرا له ذاته ها ومن أضل ممن يدعو من دون الله براو بيقول كوريك ده ذاته البرغي ده لأنه ده ذاته ملوث وكيف ذلك يكون صوفي ودار أنت يعالجك معقول تكون عيان أنت وشديد الصوفي والصوفي العيان يا أخو شديد أنت وده كله ده تلتخبه وده على أي حال سوقوا أقرأ لو أنت يا أخي أمرقوا من الحكاية دي كلها.